ماما هاي 50 دينار من أجار البيت. الله يرضى عليكي. أبو الخير شايف بنتك شو عطتني؟ منيح اللي رديت علي ولا كان ضاع مستقبل الأولاد؟ سوري هني ما كنت أعرف إنه المهنة بتخلي الأولاد يحسوا بالمسؤولية. وكمان صلحت لك الراديو يا بابا عشان تسمع أخبار عليك. تسلمي لي يا بابا، أنا راح أفتح لك محل، أنت ذكية لأبوكي. لا حبيبي أنا بنتي دارسة دراسة مش حي الله وفي أحسن الكليات. آسف على تأخري. بعد الكلية رحت على الخالي مفضل أركب لها خزائن المطبخ. يا ولدي عليك يابا، بتشتغل وبتدرس وبتساعد بمصروف البيت. إذا لازم تشكر الصندوق. صندوق العدة؟ صندوق المرأة اللي أعطى الشباب هاي الفرصة. مش بس هيك، نجحت وجبت معدل جيد جدا كمان. يا ولدي عليك يابا، أنت جدع لأبوك. وأمه ما إلها إشي؟ إلها صندوق المرأة. برافو عليك. سوري هاني.